مرحبا، أنا نورما. أهلا وسهلا فيكم بحصتنا لليوم. أنا معلمتكم بحصة اللغة العربية، واليوم عنا شيء كتير مميز. ليش؟ لأنه ما رح نتعلم حرف جديد، بل بالعكس رح نعمل مراجعة لحرف سابق، وكمان رح نعمل بعض التمارين الأنشطة التطبيقية على اللوحة. بس قبل خلونا نسمع أغنية الأبجدية سوا. مثل سبق وقلت لكم إنه نحنا عنا مراجعة بسيطة لحرف الدال. يلا مع بعض. اسمها الدال ولفظها أو صوتها د. اسمها الدال ولفظها د وصوتها د. وهذه الدال هل هي منفصلة أو متصلة؟ تتذكروا شو معنات منفصلة ومتصلة؟ نحنا قلنا إنه في عنا أحرف بيمسكوا أحرف التانية، وفي أحرف ما بيمسكوا، وكمان الحرف نفسه في مرات بيمسك وفي مرات ما بيمسك الأحرف الباقي. فإذا الدال هيدي ماسكة متصلة أو فالتة منفصلة؟ أكيد دال منفصلة، لأنه هيدي الدال المنفصلة وفي هيدي الدال المتصلة. وقت تكون متصلة بيكون عندها إيد صغيرة تمسك فيها الحرف اللي قبلها. ليش قلت اللي قبلها؟ لأنه على طول على طول الدال بتمسك الحرف يلي قبلها، ولا مرة بتمسك الحرف يلي بعدها، لأنه ما بدها حدا يمسكها من هون من هالمي، بدها على طول تمسك من ورا من هالمي. تذكروا هيدي الشي، الدال عندها منفصلة أو متصلة، شكلين بس، منفصلة أو متصلة، تذكروا هيدا الشيء. فإذا اسمها الدال وصوتها ولفظها د. دال د دال د. تتذكروا قلنا كتير كلمات فيها صوت الدال، جربوا هلا أنتم لحالكم بالبيت تذكروا كلمات فيها صوت الدال. وأنا تتذكروا المحفوظة يلي قلناها مع بعض؟ تتذكروها؟ تتذكروا شكل الدال قلنا كيف بيكون؟ كأنه مثل شو؟ أحسنتم، مثل الدرجة. تيجوا نتذكر المحفوظة مع بعض؟ يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. دال دال مثل درجة، أصعد فيه، أنزل فيه، ثم أمشي. أحسنتم، ذكرتوها؟ رح نرجع نعيدها بعد مرة. يلا كلنا سوا، واحد، اثنين، ثلاثة. دال دال مثل درج، أصعد فيه، أنزل فيه، ثم أمشي. ممتاز، أحسنتم. فإذا اسمها الدال وصوتها د. اسمها الدال وصوتها د. وهلا حضروا القلم والدفتر، لأنه بس نرجع رح نتمرن عليها على اللوح.
دال دال مثل الدرج أصعد فيه أنزل فيه ثم أمشي. قبل ما نبلش كتابة حرف الدال على اللوح مع بعض رح نعمل مراجعة للأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. جاهزين؟ يلا كلنا سوا منوقف، حضروا إيديكم، منبلش بصوت الألف، واحد من الأصوات الطويلة اسمها الألف ولفظها آ. اسمها الألف ولفظها آ. اسمها الفتحة ولفظها آ. اسمها الفتحة ولفظها آ. اسمها الواو ولفظها أو. اسمها الواو ولفظها أو. اسمها ضمي ولفظها أو. اسمها ضمي ولفظها أو. واسمها الياء ولفظها إي. اسمها الياء ولفظها إي. واسمها الكسرة ولفظها إي. الكسرة ولفظها إي. ها هني أصوات طويلة والقصيرة، وتذكروا لأنه منقول أصوات طويلة منشد عليهم آ أو إي، ولأنه منقول أصوات قصيرة منقولون أ أو إي. ما تنسوا هيدا الشي، ضلكن مذكرين. وهلأ على اللوح رح نكتبهم مع بعض. اسمها الألف آ، الفتحة اللي بتطير على طول أ، الواو كمان بتقعد على السطر، أو الضمة أو كمان بتطير، الياء إي، والكسرة يلي بتسبح تحت الحرف. وهلأ جاهزين تنعمل مراجعة على صوت الدال؟ بكون تعرفوا كيف تنكتب؟ تذكروا المحفوظة، نحن قلنا دال دال مثل درج. كيف شكله للدرج؟ تتذكروا شكل الدرج؟ نحن بس بدنا ننزل على الدرج أو نطلع على الدرج، متذكرين؟ والدال مثل الدرج، تنزل على السطر وتقعد على السطر، كأنه درج، كأنه درجة. دال اسمها الدال ولفظها د. دال اسمها الدال ولفظها د. رح أرجع أكتبها مرة تاني، طلعوا كتير منيح. دال، منعلي إيدنا عن السطر ومننزل نرجع على السطر ومنمشي. دال، هيدي دال منفصلة يعني ما بتمسك حدا، بينما الدال المتصلة يلي إلها إيد صغيرة تمسك منه. شفتوا كيف عملتها؟ رح أرجع عيدها مرة تاني، نعملها إيد صغيرة، نبلش من الإيد، بنرجع منطلع ونرجع مننزل كأنه عم نعمل الدال. رح أرجع أعملها هون مرة تاني، نعملها إيد، نطلع ومنعملها ومنعمل الدال. انتبهتوا؟ فينا نعملها هيك، نحط لها سن صغير وفينا نحط بلا سن. هلأ الدال مع الأصوات الطويلة رح نشوف كيف منقريها. يعني حطينا دال، إذا حطينا حدها الألف شو بتصير؟ دقة دقة دا. بينما الدال كمان مع الماسكة أو المتصلة مع الواو بتصير دو دو. والدال المتصلة مع الياء بتصير دي. فإذا الدال مع الياء دي، الدال مع الواو دو، والدال مع الألف دا. ليه أنا حطيت لكم سن هون؟ تعرفوا ليه؟ لأنه سبق قلت لكم أن دول أحرف بالكتاب مطبوعين منشوفهم بطريقة، ولكن نحن وقت اللي بدنا نكتبهم نكتبهم بطريقة تانية. مثل ما قلت لكم ممكن نشوفها إلى سن وممكن ما نشوفها إلى سن، ونحن فينا نكتبها عند سن صغير أو فينا ما نكتبها عند سن، فينا نتركها هيك، أنتوا الاختيار لإلكم. فإذا ما تنسوا وقت اللي بنكون عم نقرأ بالكتاب الأحرف بالكتاب مطبوعين منشوفهم بطريقة،
وقت ما بيكونوا مطبوعين وقت نحن بنكتبهم نكتبهم بطريقة تانية، تذكروا هيدا الشيء. فإذا الدال المتصلة مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة، هلأ فيها تكون كمان الدال المنفصلة عندها أصوات طويلة وقصيرة، مثلا قصيرة د د د، شفتوا؟ د د د، نرجع بنقريهم د دو دي د دو دي د دو دي، رح نقريهم بعد لآخر مرة د دو دي د دو دي. إذا عملنا مع بعض مراجعة سريعة لحرف الدال وشفناه كيف بيكون منفصل وكيف بيكون متصل، وحتى قريناه مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. ما تنسوا عجلوا اكتبون، لأنه أنا أكيدة رح ترجعوا بالبيت لحالكم تتمرنوا على كتابتهم وقراءتهم تتصيروا كتير شاطرين. اليوم لعبتنا شوي مختلفة، مثل ما شايفين عندي علبتين، رح نتخيل إنه هيدي العلبة هي بداية الكلمة وهيدي العلبة هي نهاية الكلمة أو آخرها. تذكروا بداية الكلمة وآخر الكلمة. ليش عم بقلكن هيك؟ لأنه أنا رح فرجيكم صورة أنتوا بدكن تعرفوا شو هي الصورة، وتجربوا مع بعض تقولوها على صوت عالي، يعني تقولوا الكلمة على صوت عالي. بهيدي الطريقة بتسمعوا حرف الدال، يا هل ترى هو عم نلفظه عم نقوله ببداية الكلمة أو إنه عم نقوله بآخر الكلمة بنهاية الكلمة؟ جاهزين؟ يلا، كتير بسيطة وهينة، بدها شوية تركيز، أنا بعرف إنه أنتوا قادرين لإلها. يلا، أول صورة هي أسد. أحسنتم، فإذا أول صورة عنا إياها هي الأسد. أسد. هلأ اسمعوا كتير منيح حالكم، علوا صوتكم وما تستحوا، رددوا الكلمة وركزوا منيح. يا هل ترى الدال د د، هيدا صوت الدال. أسد أسد أسد، هل هي في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة؟ أسد أسد. أحسنتم، بنهاية الكلمة. فإذا أنا بأي علبة بدي أحطها؟ بهيدي العلبة. كلمة أخرى كلمة أخرى وصورة أخرى، شو هي؟ دب دب دب. هلأ ركزوا منيح، دال وين موجودة؟ في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة؟ يعني أنا عم بقولها أول شيء أو عم بلفظها آخر شيء؟ ركزوا منيح، رددوا الكلمة على صوت عالي. الدب الدب. ممتاز، دال في بداية الكلمة، فإذا وين بدي حطها؟ بهيدي العلبة، لأنه هي كأنه بداية الكلمة. بعد صورة، صورة دفتر دفتر دفتر. ممتاز، في بداية الكلمة الدال، بحطها بهيدي العلبة. كلمة أخيرة وصورة أخيرة، يد يد يد. اسمعوا منيح حالكم، يد، وانتبهوا وين عم نلفظ الدال، هل أول شيء بأول الكلمة أو بآخر الكلمة؟ في بداية الكلمة أو في آخرها؟ يد. أحسنتم، في آخر الكلمة، فإذا بنحطها بهيدي العلبة. أنتوا مع بعض بالبيت فيكن تحذروا بعض كمان وتلعبوا لعبة كتير حلوة ومفيدة. دفتر دفتر، أسد أسد، دب دب. التمرين التالي بيقول أضع مكان النقط الحرف التالي، يعني عنا أحرف، شو هو هيدا الحرف؟ الدال، اسمها الدال ولفظه هذا د. ما تنسوا كمان الدال مثل ما شايفين في الأصوات القصيرة مع، يعني الفتحة أ د
دو دي والدال المنفصلة لحالة. اوكي؟ هلا انتوا اللي عليكم تشوفوا صورة وتجربوا تحطوا الدال المناسبة مكان النقط. مثل ما ملاحظين في عنا نقط بالصورة، يعني بدنا ناخد الدال المناسبة مع الحركة المناسبة ونحطها مكان النقط. يلا أول صورة يلي هي دمية. دمية أول شيء شو عم بسمع؟ أكيد الدال، بس مع الدال عم بقول د أو دو أو دي. أكيد الدو لأنه دمية، منشيل الدو ومنحطها هون، ولأنه ما فينا كبير كتير شو رح أعمل؟ رح نكتب الدال مع الواو. دمية دمية. الحرف الثاني ربكة. ربكة شو قولكم بدي حط هون؟ أي وحدة؟ أي دال؟ الدو خلصنا منها، بدي حط الد أو الدي أو الدال المتصلة. انتبهوا، نحن سبق وقلنا إنه الدال المتصلة ما بتكون موجودة بأول كلمة، فإذا نحن هيدي ما فينا نحطها، بقي عنا دي أو د. أي وحدة ممكن أنا أحطها؟ مرقة معنا دربكة قبل، تذكروا كتير منيح، بنحط الدي أو الد. دربكة أو دربكة؟ أحسنتم، أكيد الدال منحط معها الكسرة. الكسرة دربكة. دمية دربكة. الصورة الثالثة أسد. أسد. هلا الدال هي هل طلع بدي اكتبها متصلة أو منفصلة؟ طبعا متصلة، فإذا بدنا نحط الدال المتصلة. ما تنسوا المتصلة يعني بدها تمسك الحرف القبلة الدال، وبنطلع وبنكتبها هيك أسد. أسد. آخر صورة عنا إياها دجاجة. دجاجة. أحسنتم، دجاجة. أكيد بدنا نحط الدال مع الفتحة، الدال مع الفتحة. نكتب الدال وبنمشي وبنحط لها فتحة. فإذا دمية دمية، دي دربكة، أسد أسد، دجاجة دجاجة. مثل ما قلت لكم الدال المتصلة، الدال الماسكة بنشوفها بآخر الكلمة، يعني ما بتعود تمسك حدا من هالميل، على طول على طول بتمسك من هالميل مثل ما كتبنا أسد. بينما المنفصلة شفتوها كيف بتكون بالكلمة؟ دو دي د د. دمية دربكة أسد دجاجة. يلا عجلوا اكتبون لأنه بعد في عنا تمرين. هلا عنا تمرين بيشبه التمرين السابق ولكن في شوية اختلاف. تمريننا هلا كمان أضع مكان النقط بس دا دو دي. انتبهتوا للاختلاف؟ التمرين السابق كنا بنحط الدال مع الأصوات القصيرة، هلا بدنا نحط الدال مع الأصوات الطويلة مكان النقط. كلنا سوا نرجع لهون. أول صورة، ثاني صورة، وثالث صورة. انتبهوا كتير منيح، في نقط ونحن بدنا نحط دي دو أو دا. دي دو دا. أول صورة أنا أكيدة إنه كلكم قلتوا بيت، مظبوط هو بيت، بس اليوم رح نغير له اسمه، مش لأنه نحن طالع عبالنا، ولكن فينا نقول بيت وفينا نقول دار. دار. فإذا أنا شو عم بلفظ أول شيء؟ الدال مع أي صوت؟ دار. مظبوط، مع الألف، مع آ. فإذا أي وحدة أنا بدي حط؟ أحسنتم، د آ دا دا. فإذا بدنا نحطها هون دار. دار. البيت عنده كلمة تانية كمان يلي هي دار. دار منقول بيت وفينا نقول دار. نكتب دار.
دال مع الألف. دار دار دار. الصورة الثانية دولاب دولاب. كلكم بتعرفوها، بس شو أصوات يلي أنا عم بسمعها؟ دولاب. بعد في عندي اثنين، يا دي أو دو. فإذا أي وحدة بدي أحط؟ دولاب. بدي أحط الدال مع الواو. دو دولاب دولاب. وآخر صورة يلي هي الوادي. وادي، بتعرف شو يعني الوادي؟ يعني بيكون بالجبل في جبلين وفي فسحة بالنص، هيدا بنقول له الوادي. بين الجبلين بصير في عنا وادي وادي وادي. شو آخر صوت عم نسمعه؟ وادي. الإي الياء، فإذا دي بدنا نحط دي. وادي دار دار دولاب دولاب. وادي وادي. أحسنتم. دي دو دا. دال مع الأصوات الطويلة. شفتوا كيف عم نشد على الكلمة؟ دار دولاب وادي. انتبهتوا للتمرين السابق؟ كنا مع الأصوات القصيرة دا دو دي. هو بدي منكم على طول تتذكروا، لأنه كتير مهمين نحن عم نقرأ الكلمة نقدر نميزهم. وصلنا لآخر تمرين بحصتنا لليوم. التمرين هو أنه أنتوا تشوفوا الصورة، تعرفوا شو هي الصورة، وتقولوا الكلمة على العالي وتجربوا تكتبوها. مش هيني؟ شوي بدها تركيز، ولكن أنا بقول أنه أنتوا قادرين تعملوها. شيك؟ يلا مع بعض. أول صورة، أول صورة شو هي؟ دولاب. أحسنتم، دولاب. رددوا الكلمة، عيدوا الكلمة على صوت عالي، رددوها واسمعوها. اسمعوا الأحرف يلي أنتوا عم تلفظوها، عم تطلع من تمكن. عيدوها، دولاب دولاب. بعد مرة اسمعوا، اسمعوا أصوات يلي عم تلفظوها. دولاب. أول صوت شو هو؟ دولاب. ممتاز، صوت الدال. أول صوت هو دال دال. شو تاني صوت؟ دولاب دولاب. الواو، أحسنتم. شو تاني صوت؟ دولاب دولاب. شو تاني صوت؟ اللام. ممتاز، دولاب دولاب. الألف. وآخر صوت ب. دولاب دولاب. الباء. ممتاز، أحسنتم. بس نحن يا هل ترى فينا نكتبهم هيك؟ طبعا لا، مزبوط، لأنه في أصوات موجودة بوسط الكلمة، في أحرف موجودة بوسط الكلمة. يا هل ترى كيف نحن ما نكتبهم؟ أول شيء بنبلش بأول حرف الدال. نكتبها شيء منفصلة أو متصلة؟ أكيد منفصلة، لأنه موجودة ببداية الكلمة. نكتب دال، والواو ثالثة منفصلة طبعا، لأنه ما بتمسك الدال ولا بتقدر تمسك حدا منهم. اللام اللام. دولاب. مين بدها تمسك؟ طبعا بدها تمسك الألف. كيف بدها تمسك الألف؟ تتذكروا نحن حطينا اللام بكذا شكل بحلقة سابقة، رح نرجع نعيدها. اللام المنفصلة، اللام المتصلة بأول الكلمة، اللام المتصلة في وسط الكلمة، واللام المتصلة في آخر الكلمة. فإذا منفصلة متصلة.
يا هل ترى أنا أي لام بدي حطهم؟ أي لام؟ اللام المتصلة مع مين بدها تمسك؟ بدها تتصل بالألف. كيف شكلها مع الألف؟ تتذكروا؟ إحنا قلنا اللام المتصلة مع الواو بتمسكها وبتكون الواو على السطر، اللام مع الياء بتمسكها وبتكون الياء على السطر، بينما اللام مع الألف كيف بدها تكون؟ بتكون كتير بسيطة، اللام منطولها ومنحط الألف في قلبها جوا. نرجع منعيدها كتير هيني، لام ومنقعدها عليها، لا لا ب منفصلة. فإذا دو دو لا ب، طبعا الباء منفصلة لأنه لا ما بتقعد تمسك. دو لاب دو لاب. صورة تانية، درج درج، أول صوت د، درج درج، ممتاز مع الفتحة د درج. صوت التاني راء، وآخر صوت جيم ج، درج درج. يا هل ترى في عنا شي حرف منفصل هون؟ طبعا لا، لانه الدال ما بتمسك والراء من هالميل ما بتمسك ولا من هالميل بتمسك. الدال قدام الراء طبيعة الحال ما بتمسكها، والراء ما بتمسك الجيم، فاذا كل الاحرف منفصلين. درج درج، دو لاب دو لاب، درج درج. فإذا اليوم بحصتنا عملنا مراجعة بسيطة لصوت الدال وللأصوات الطويلة والقصيرة، وشفناها كيف بتكون منفصلة ومتصلة، وعملنا تمارين. أنا أكيدة إنه التمارين اللي عملناهم رح ترجعوا تعدوهم بالبيت تتصيروا شاطرين وتصيروا سريعين بالكتابة وبالقراءة. وهلأ أنا بدي ودعكم، بس قبل ما تنسوا في عنا أغنية الأبجدية، اسمعوها وتمرنوا على الكلمات منيح. إلى اللقاء. دال